السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we're going to talk about comparative adjective, مقارنة الصفات. طيب هنبدأ دلوقتي نتكلم عن مقارنة الصفات. طبعا أول حاجة لازم أعرف يعني أحدد نوع عشان أقدر أعمل comparative، لازم أحدد نوع الصفة. يعني we should define if the adjective is one syllable or more than one syllable. يعني أول حاجة أنا بحددها إذا كان بشوف إذا كانت الصفة دي short اللي هي one syllable adjective، أحيانا بنسميها short adjective زي كلمة old ديت one syllable، تكون من مقطع واحد وفيها one vowel اللي هو حرف متحرك واحد بس اللي هو الأو. طيب دي بنسميها short adjective أو ممكن نسميها one syllable adjective زي عندي old. طيب طبعا old it becomes، طبعا لما نيجي نعملها comparative تبقى older. طب يعني ايه comparative؟ ال comparative أنا بعمل مقارنة ما بين يا إما شيئين يعني حاجتين، يا إما ممكن يكون two persons ممكن يكون شخصين، يبقى إذا ممكن تكون مقارنة ما بين أشخاص، ممكن تكون ما بين أشياء زي هنا مثلا as you see in the picture، ممكن أقارن بين this man and this woman، this man and this woman. طبعا ممكن أقول إن the man is older or yeah we can say this woman is older than this man، هي الأكبر because she is 93 but he is 92، فطبعا she is older than him. طيب طبعا انا ليه عملت ايه هنا؟ انا ضفت للصفة يعني I just add er to the adjective، انا ضفت بس er للadjective يعني حاجة بسيطة جدا. طيب also heavy طبعا هنضيف لها برضو er، بس في هنا حاجة ان اللي حصل ان الadjective اللي heavy it ends with y and before it a consonant، يعني انتهت بحرف الواي وقبلها حرف الساكن اللي هو حرف الفي. فكده في الحالة ديت يبقى كده انا بحذف الواي واضيف ier تبقى heavier. طبعا دي برضو بعتبرها one syllable adjective، فيها برضو ده مقطع تعتبر من مقطع واحد او بنسميها short adjective، فبتاخد الER عادي جدا، ولو كان اخرها واي وقبلها حرف ساكن فبحذف الواي واضيف ier. طيب النوع بقى التاني، يبقى انا عندي كده اول نوع اتكلمت يعني اتكلمنا عنه دلوقتي اللي هو الصفات القصيرة او الصفات ذات المقطع الواحد اللي هي one syllable adjective زي old وزي heavy وزي nice وزي slow وزي late وزي sheep big، كل ده بياخد الـ ER. طب لو كانت الصفة بقى more than one syllable يعني فيها أكتر من مقطع، أنا في الحالة دي هعمل إيه؟ الموضوع بسيط جدا، لو كانت الصفة أكتر من مقطع ففي الحالة دي كل اللي بعمله إن أنا بستخدم قبل الصفة more، بستخدم قبل الصفة more، فأقول مثلا more expensive more difficult، فبستخدم more يعني هنا يعني look at this shoes، هنا نبص على الشوز ده مثلا، لو قلت ان تكلفته مثلا 95 يعني خلينا نعتبر ان ده شوز وده تكلفته مثلا 95 وده 110، طيب يبقى which is more expensive، ايهما اغلى؟ طبعا هنقول ان this one اللي هو costs 110 اللي هو بيتكلف 110 ده اغلى طبعا من التاني، فهنقول يبقى this one is more expensive than this one. اوكي طبعا ده more expensive، تمام. ليه؟ يبقى اذا مع الصفات اللي هي more than one syllable او ممكن نسميها الصفات الطويلة ديت اللي هي فيها اكتر من مقطع بستخدم قبلها more او less. طيب طبعا لسه الكلام ده كله هوضحه جدا. طب نلخص اللي انا قلته في سيكشن ايه. انا عندي دلوقتي اول حاجة عشان اقدر اعمل comparative عشان اقدر اعمل مقارنة
لازم احدد نوع الصفة، هل الصفة دي short or long؟ لو short يبقى er، يبقى بعد ال adjective اضيف er. لو كانت الصفة دي long فانا بحط قبليها more او less. طيب يعني هنا old تبقى older، heavy تبقى heavier، لكن more expensive طبعا لان دي صفة بتتكون من اكتر من مقطع فاخدت more. طيب تعالوا نشوفوا كده، في طبعا some rules او يعني some rules for learning this او some spelling rules. number one، عندي كلمة old بضيف لها er عادي جدا، one syllable اخدت er. nice طبعا هنا nice كان اخرها e فانا مش هضيف e تاني، لا هضيف r بس. slow er عادية جدا، late اخرها e فانا مش هعمل e تاني، لا هضيف r بس تبقى later. sheep sheeper، big تبقى bigger. بس لاحظنا حاجة بقى في كلمة big هنا، ان انا ضعفت ضعفنا الحرف الاخير اللي هو حرف g. طب امتى نضعف؟ لو كانت الصفة انتهت بحرف ساكن اللي هو g اللي احنا بنسميه consonant، وقبليه vowel اللي هو حرف متحرك، ساعتها بضعف الحرف الأخير يبقى دبل جي وبعدين أضيف الـ ER تاني. يبقى القاعدة بتقول إن أنا لو عندي صفة آخرها حرف ساكن، صفة بتتكون من مقطع واحد آخرها حرف ساكن وقبليه حرف متحرك، في الحالة دي أنا بضاعف الحرف الأخير وأضيف ER. يعني تعال نطبق، مثلا إحنا قلنا big بقت bigger، hot التي حرف ساكن، الاو متحرك، يبقى كده القاعدة حصلت one syllable adjective بتتكون من مقطع واحد. يبقى انا عندي ثلاث حاجات، اول حاجة تكون الصفة بتتكون من مقطع واحد وده فعلا hot يعني one syllable. طيب is it ends with او does it end with a consonant؟ هل هي انتهت بحرف ساكن؟ yes تي. طيب هل قبل التي حرف متحرك؟ يس الاو، يبقى اذا هضاعف الحرف ده تبقى دبل تي وبعدين اضيف الاي ار. طيب for concerning thin، thin thin it ends with n consonant and before it vowel i، يبقى consonant وقبليه vowel و one syllable adjective، يبقى اذا هنضاعف الان ونضيف الاي ار تبقى thinner. اوكي طيب الخص الرولز ديت، اول حاجة لو عندي بضيف لل one syllable adjective er عادي جدا. طب افرض ال one syllable adjective دي كان اخرها ايه، يبقى خلاص ما تضيفش ايه تاني، حط r على طول. طيب امتى نضعف الحرف الاخير؟ لو كانت الصفة one syllable يعني فيها مقطع واحد اخرها ساكن وقبليها متحرك، ساعتها ضعف الحرف الاخير وأضيف الـ ER زي ما حصل في big و hot و thin. فاضل لي بس الملحوظة اللي أنا قلتها في الأول قبل كده، إن أنا لو الصفة عندي انتهت بحرف ساكن اللي هو الـ Y وقبليه لو عندي الصفة انتهت بحرف الـ Y وقبليه حرف ساكن، يبقى أنا عندي Y وقبليه حرف ساكن، ساعتها بحذف الـ Y وأضيف IER. زي كلمة easy تبقى easier، heavy heavier انتهت بحرف الواي اهوت وقبليه حرف ساكن اللي هو البي فبضيف اي اي ار. زي early تبقى earlier. اوكي طيب خلينا دلوقتي ناخد some example. طبعا انا عندي يعني many example، يعني عندي مثلا for example if I say if we comparing between cities for example، يعني if I say here Rome is old but Athena is older، يبقى طب ليه أخدنا ليه ضفنا للصفة ER عشان old ديت one syllable adjective. طيب it's cheaper to go by car، is it cheaper to go by car or by train؟ طبعا استخدمنا ER مع ال adjective cheap. Helen wants a bigger car، so concerning this here طبعا we used er فقلناها bigger
This coat is okay, but I think the other one is nicer. طبعا ليه ضفنا ER؟ عشان أنا بعمل مقارنة فبضيف الـ ER للـ adjective. Don't take the bus. It's easier to take a taxi. طبعا قلنا easier يعني عايز أقول إن it's easier to take a taxi than taking a bus. So here easier it ends with Y and before it a consonant يعني انتهت بحرف الـ Y وقبلها حرف ساكن فعشان كده حذفنا الـ Y من easy وحطنا لها IER وكده بقت مقارنة. طيب خلينا ننقل في بعض الاكسبشن بقى. في بعض الاكسبشنز منهم يعني يعني بعض الاكسبشنز في القاعدة هنا يعني مثلا لو قلنا كلمة far بقت farther. far بقت farther. like how far is it to the station? a mile? no it's farther about 2 miles. فطبعا هنا we add er. طيب طبعا مش far بس ده في عندي good وفي عندي bad كمان وهنقولهم دلوقتي بس خلينا الاول ناخد نظرة سريعة كده على استخدام more. يبقى انا عايز اقول تاني ان انا في section C بستخدم more مع long words اللي هي بتكون عبارة عن 2 او 3 or 4 syllables. يبقى لما يكون عندك adjective فيها 2 or 3 or more or 4 syllables فانا في الحالة دي بستخدم ايه؟ بستخدم more. بستخدم مور طبعا بتكون قبل الصفات. طيب خلينا نبدأ بأول صفة اللي هي careful. طيب هل careful دي long adjective ولا short adjective؟ يعني هل هي one syllable ولا more than one syllable؟ طبعا ديت more than one syllable يعني فيها two syllables. careful careful طبعا فيها care that one vowel ودي فول. يبقى كده الكلمة دي عبارة عن two syllables ففي الحالة دي تاخد more فنقولها more careful more careful more careful. we have polite. طيب هل polite دي هي long ولا short adjective؟ ده السؤال اللي هسأله لنفسي. طبعا ديت two syllables يبقى إذن two syllables يبقى هتاخد more فهنقولها more polite عشان هي فيها two syllables. polite polite. طيب نيجي expensive هل دي short؟ اسأل نفسي نفس السؤال هل expensive دي one syllable ولا more than one syllable؟ اكيد طبعا more than one syllable دي فيها three syllables. expensive تاني expensive three syllables. ال E اهوت vowel وعندي pen فيها vowel E وآخر في الآخر save فيها ال vowel اللي هو ال I كمان فنقوله expensive three syllables يبقى تاخد more فنقول more expensive. طيب عندي interesting interesting. طيب هل interesting دي one يعني one syllable ولا more than one syllable؟ نفس السؤال اللي هسأله لنفسي عشان هعرف انا هضيف ER ولا هضيف more ولا هعمل ايه بالظبط. طيب نشوف interesting هنلاقيها ان هي عبارة عن 3 syllables كمان. interesting 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 طبعا 3 syllables يبقى تاخد more interesting. وعندي هنا 3 examples like what like you must be more careful you must be more careful. طب ليه استخدمت more قبل الadjective؟ عشان هي more than one syllable. I don't like my job. I wanna do something more interesting. More interesting. So I'd like to do something more interesting than this job or than my job. So I'd like to change it. So I used here more before the adjective. The third example when I say it's more expensive to go by car or by train. Is it more expensive to go by car or by train? So concerning this طبعا استخدمنا more قبل expensive لان انا بقارن
ما بين السفر بالعربية بالسيارة أو القطار، ففي الحالة دي أنا بقول it's more is it more expensive to go by car or by train. طبعا ممكن أقول مثلا traveling by car is more expensive than the train. يبقى أنا كده قارنت ما بينهم، فاستخدمت more مع ال adjective expensive عشان هي more than one syllable، تحديدا three syllables. تمام، في بعض ال exceptions زي ما اتكلمت قبل كده عن far، إن هي في ال comparative بتبقى farther، يعني far في ال comparative بتبقى farther. في عندي كمان good، بس في ملحوظة عايز أقولها على كلمة farther برضو، إن هي يعني بتنكتب، بنكتبها طبعا farther، ممكن تكتب باليو أو بالA، يعني we can write it with A، يعني ممكن نقولها farther، ممكن تكتب بالA أو باليو farther. أوكي طيب، يبقى زي ما قلنا اسمها farther. طيب في عندي بقى good. good لما نحولها في الكومباريتيف، جود او ويل بتكون بيتر طبعا، ولا اخدت اي ار ولا اخدت مور، كذلك فار ولا اخدت مور ولا اي ار، يعني هي ولا ماشيه مع الشورت ادجكتيف اللي هي الوان سيلابل ادجكتيف، ولا ماشيه مع المور ذان وان سيلابل ادجكتيف، يعني ولا ماشيه مع دي ولا ماشيه مع دي. هي دي ليها قاعده لوحدها كده، اللي هي فار تبقى فارذر، good أو well تبقى better، و bad تبقى worse. bad في ال comparative تبقى worse. طيب تعال ناخد some examples. number one، when I say the weather wasn't very good yesterday but it's better today. but it's better. better. so better here or we can say it better. better. يبقى في المقارنة هنا good حولناها بقت better. when I say do you feel better today؟ no I feel worse. يعني أنا عايز أقول إن أنا I feel worse than I feel worse today than yesterday، يعني أنا النهاردة بشعر إن أنا أسوأ من امبارح مثلا أو بالأمس. which is worse a headache or a toothache؟ so I can say for example a headache or a toothache is worse than a headache. okay، اتمنى ان تكونوا فهمتوا درس النهارده، وان شاء الله نقدر نكمل الكومباريتيف، لسه ليها برضو شرح اخر، وان شاء الله نقدر نكمل السوبرلاتيف في الدروس القادمه ان شاء الله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.